بيزود الدوافع. لعيب النادي الاهلي مش محتاج دوافع، لعيب النادي الاهلي من جواه دافع ذاتي، دافع من نفسه. لعيب النادي الاهلي لما بيلبس الفانيلا الحمراء مش محتاج دافع، انما الجمهور بيزود الدوافع، عامل اساسي. جمهورنا اللاعب رقم واحد، اللاعب رقم واحد في كل البطولات اللي جابها النادي الاهلي. الجمهور ده جمهور عظيم، يعني مش عايز اقول ان هو كمان، يعني زي ما نقول النادي الاهلي غير، جمهور الاهلي كمان غير خالص. انما قبل ما نروح نستقبل ضيوفنا بقى ونتكلم عن الجمهور وعن الصن داونز وعن النادي الاهلي وعن فكر مستر موسيماني، تعالوا نستعرض مع حضراتكم تاريخ مواجهات الفريقين الاهلي وصن داونز. الاهلي وصن داونز لعبوا ضد بعض 10 مباريات، فاز النادي الاهلي في 5 مباريات وتعادل الفريقين في 4 مباريات وفاز صن داونز في مباراة واحدة. احرز النادي الاهلي 15 هدف بينما احرز صن داونز 10 اهداف. ان شاء الله النهارده يكون في زياده عدديه لاهداف النادي الاهلي. تعالوا نستعرض برضو مع بعض دلوقتي جدول ترتيب المجموعه قبل ماتش النهارده. المريخ السوداني في المركز الاول، لعب مباراتين، فاز في مباراه وتعادل في مباراه ولم يهزم ولديه 4 نقاط. في المركز الثاني صن داونز، لعب مباراتين، فاز في مباراه وتعادل في مباراه ل4 نقاط. وفي المركز الثالث الأهلي برصيد نقطة واحدة من الهلال السوداني، لعب مباراة واحدة وله مباراة مؤجلة أمام المريخ. ثم يأتي أخيرا نادي الهلال السوداني، لعب 3 مباريات، خسر مرتين، تعادل مباراة واحدة ولديه نقطة واحدة. بكده فقرتنا الأولى خلصت. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا.